واحد السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. غبرت عليكم من اليوتيوب بزاف، عارفه راسي غبرت عليكم، ولكن انا حلفت كيف ما كتشوفوا الا رجعتوا الفيديوهات ديالي قبل، غتلقاو دابا واحد المده ديال 8 شهور باش قررت انني نبدل حياتي. واول حاجه فكرت فيها هي انني نضعف، وهذه الحاجه هي اللي من المستحيل انك تضعفي. كيف كتعرفوا حنايا المغاربه الماكل والاسره المغربيه تبارك الله كلنا بخيرنا وخميرنا، وخاصكم مضروبه فينا حتى العظم ما نموتوش بالجوع. انا جيت نشارك معاكم كيفاش ضعفيت وعلاش قررت نضعف وكيفاش بديت. كيف كنقول لكم ديما في اي فيديو كنحط في تيك توك ولا في الانستغرام، بعدا قبل ما نبداو الفيديو اللي ما دايرش ابوني يديرها، وما كرهتكمش انكم تزيدوا تشجعوني وتطلعوا هذا الفيديو هذا باش نبدا معكم ان شاء الله كيفاش من دابا حتى مني بديت حتى حيدت 68 كيلو. اختي اش غادي نقول لك، انا بعدا من الناس اللي ما عمرني عرفت شنو هو الضعف، ما كنعرفش شنو هو الضعف. ان شاء الله هذا الفيديو غادي يكون طويل شويه، وكنتمنى انكم كاملين تفرجوا فيه كامل من الاول حتى الاخر، حتى غنشرح لكم هذاك الشيء بالديتاي كيفاش وعلاش وكيفاش اختي وصلت لهذا الوزن هذا. اول حاجه اختي، انا كيف قلت لك مني عقلت على راسي وانا كدوكايا، يعني ما عمرني ذقت حلاوه ديال الضعف. كنت ديما كنصبر راسي اللي يدوي معايا يقول لي ضعفي، نقول له صافي تنطفره لا اختي عاجباني، عاجبني غلطي انا زوينه، وكنمثل انني عاجبني راسي، وانا بالحقيقه راه ما عجبنيش راسي. واخا كنت كنلبس وكنت ما كنسوقش، ولكن عمرني ما كان كيعجبني راسي اختي. مني عقلت على راسي كيف قلت لك، يعني مني تزاديت فيا 5 كيلو. كيف كتعرفوا الوالدين دابا انا تزاد عندي شي وليد ولا بنيه غلط شويه غادي نديهم للطبيب، لحتاش الدراري الصغار كيكونوا معرضين بالسمنه. انا ماشي نقول لك حتى كبرت عاد باش غلاضيت، لا، انا كانت فيا السمنه والسمنه المفرطه، والصعيب انك تضعفي الا ما درتيش واحد العمليه. انا البنات كلكم تبعيني عارفيني ما درت العمليه لا حتى شي حاجه، نبدا لكم من الاول. ايوا يا اختي كنت غليظه انايا وعجبني راسي، واخا انا الداخل ديالي ما عجبنيش راسي، ولكن كنمت حتىش ما كنتش كنقدر نضعف. واخا حتى الا كنضعف كنرجع نغلط، كنرجع داكشي الشهر الاول شهر ثاني كنرجع نغلط، يعني ما كانش عندي الاراده والعزيمه باش انا نضعف. كلكم عارفين القصه ديالي، وكلكم عارفيني انني انا خرجت من دارنا، وكلكم عارفين المشكل اللي كان طرا ليا وانا في دارنا. انا فاش كنت في دارنا كنت ما كنسوقش حياتي، ما كنتسوقش الاكرام، ما عارفاش اكرام شنو شكون هي ولا شنو خاصها ولا شنو باغيه ولا كيفاش بغات كيفاش خاصها تنظم حياتها. كنت ما مزكاش، كنت في دارنا كنا كنعيشوا في عائله، راكم عارفين عائله مغربيه، كتشقاي كطيبي كديري كتفعلي كتركي. انا من البنات اللي ما كنعرفش نخرج وما كنخرجش وما عندي صحابات، يعني ما كنت اكرام عايشه في الدار هكا، كلكم كتعرفوني. مني قررت اختي نضعف جيت لهاد الدار هادي وزديت عليا، ولما عقلتو كنت قلت لكم قبل اول حاجه غادي نديرها دابا هي غادي نخدم على راسي. فاش فكرت انني نخدم على راسي كانت عندي الاراده والعزيمه، بغيت. كنت كندخل نتفرج في فيديوهات كنشوف وحده كيفاش كانت غليظه وكيفاش ولات زوينه ضعيفه، كنت كنقول خاصني ندير شي جهد، خاصني ندير شي حاجه. ما يمكنش اي حل، اي مشكله عنده الحل ديالو. انا كنت في مشكل انا كنت فيا 140 كيلو، اللي كيشوفني كيقول لي ما فاكش هذا البوا، ولكن كان عندي العظم صحيح، ولكن راكم عارفيني كيفاش كنت اختي. اي حاجه تقدري ديريها، شوفيني انا مثال لك انتيا، كيف انا كنت كنشوف بزاف ديال الناس امثله ليا. انا حطيت واحد القرار بين عينيا وقلت غادي نديرو، ودرتو بجهد الله سبحانه وتعالى وبالجهد ديالكم نتوما اللي كنتو كتقويوني ديما. فاش ما كنت كنفشل كنت كنلقى كندخل نقرا لي كومونتيرات ديال بزاف ديال البنات كيزعموني اختي. ما كتبوش لي كيقولوا الغلط مقبره الجمال، ما كنقولش لكم انا زيانيت ولا شي حاجه، نعرف راسي زيانيت ولكن اختي ثقي بيا، اقسم بالله طيحي غير 10 كيلو غيعجبك راسك. لو كنوريكم انا حوايجك كيفاش كانوا غتخلعوا. انا نشارك معكم الصوره ديالي بعدا كيفاش كانت قبل، وانتي غادي تحكمي في كومونتير، ورغم ان كلشي كيعرفني اختي. مني بغيت نضعف الشهر الاول
بديت بسبور وداك الشيء ما طيحتش واقيلا بزاف. المهم اختي هي كانت غليظه، كانت فيها هي شي ميو شي حاجه، بانت هي تبارك الله طيحات الوزن. شاركت معايا واحد برودوي اللي كاملين كتعرفوه، والحمد لله بديت انا خديت هذاك البرودوي وانايا عندي الاراده انني باغا نضعف. كنشوف راسي ضعيفه زوينه، تخيلوا معايا انا لدرجه ملي ضعفت مابقاوش كيعرفوني الناس، مابقاوش كيعرفوني ولاد دربنا، مابقاوش كيعرفوني بنات دربنا. كنتلاقى مع عيالات في الزنقه ما كيعرفونيش، صدمت الناس صدمتهم. راه مستحيل تتوصلي 30 عام عاد باش تقرري، ولكن هذا هو العمر اللي كتعرف اللي كتكون فيه المراه ناضجه. يعني دابا انا كنتسمى نضجت، عرفت شنو هو الخيب وشنو هو الزوين في حياتي. واخا انا كاعيه وطالع عليا الدم وربي اللي عالم بيا، ولكن بغيت نبدل حياتي. تخيلوا معايا البنات فاش كنت كنلبس لي حوايج، ولا كنت كنمشي عند شي مول جلابه ولا عند شي مول سروال، كندخل عنده الحانوت كيهيني كيقول لي لا ما تجي قدك حتى شي حاجه بهكا، لا 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 بحال هكا، لا لا ما تجي قدك حتى شي حاجه، علاش اخويا ما تجي قدي حتى شي حاجه، قول كلمه زوينه، قول كلمه زوينه. البنات ثقوا بيا، الا بغيتو توصلوا لشي حاجه والله غتوصلوا ليها. ما غديري والو كاع، شي كاع ما عندكش اختي الفلوس باش تشري داك البرودوي اللي انا كنشرب، اختي حيدي السكر وحيدي الخبز وتريني، تريني يا اختي، قطعي اليمنى، قطعي الماكله. انا كنفيق الصباح كنشرب الدواء ديالي، كنخلي حتى شي شويه، كناكل مثلا غير شي ثلاثه البيضات مسلوقين، كناخذ واحد. المهم انا نولي لكم الفطور بحال هكا، الغداء بحال هكا، العشاء خصو يكون بحال هكا، وكاين سناك. يعني كتاكلي اربعه الوجبات ديالك، اشنو كديري؟ انك كتحسبي الكالوري اللي كتدخلي الجسم ديالك، عارفي ما تاكلي. كاينه ماكله زوينه، كاينه ماكله نقيه. حيد عليا العجائن، حيد عليا التخومات. انا قلت لك واحد الحاجه، كنت كنبقى حتى 3 الصباح 4 الصباح ما بقيت ما ناكل، كندير مطيشه كنديرها في الخبز، وكندير زيت العود والحامض ونعمر خبزه ونبقى ناكل. فراسك انا كنت كنتسنى مول الكرواسون حتى يحل حدانا مع 7 الصباح، ونفطر ب 50 درهم وننعس. كنت كنلقى الحنانه في الماكله، كنت كنلقى الحنانه في الماكله. انا واحد الوقت البنات كنت غنتسطى، كنت غنحماق. تخيلي معايا ما عنديش فلوس باش ندير اوبيراسيون، وحق الله العلي العظيم كنعيط لاختي مسكينه حكيمه هي اللي كانت ضد انني ندير العمليه. كانت كتقولي انا نخاف عليك اختي لتدخلي وانا ماشي حداك وتخدري وتموتي ولا طرا لك شي حاجه. كنت كنخاف وما كانش عندي باش اصلا. كنت تواصلت مع صوفيا الطالوني، تحيه لي من هذا المنبر، الله يعمرها دار الصراحه. قلت لي انا ما عنديش اخويا باش ندير العمليه. قال لي طلعي معاك 10000 درهم وطلعي، وما عنديش البنات 10000 درهم. وعيطت لاختي قلت لها اختي ما تكبرش فيا مليون، ولكن خافت عليا. تخيلوا البنات كنت كنبكي الصباح وعشيه، كنقول يا ربي يعني بغيت ندير قراع، بغيت نتحدى اي حاجه باش ندير هذيك العمليه، وانا ما عنديش الفلوس. صافي بغيت نشوف راسي ضعيفه حتى بصح البنات الغلط والله تخيب، خيب البنات خيب. اول حاجه على صحتك، على الصحه ديالك وعلى العين، العين البنات. مني كيف قلت لك، كيف الا كنتي حطيتي شي حاجه في راسك ثقي بيا غادي ديريها. انا البنات اقسم بالله العلي العظيم ما عمرني كنت كنتخيل انني غنكمل. عرفتي كنفشل البنات، كنفشل وكنوض ثقي بيا كنفشل. بعض المرات انا اللي كتشوفوني وصلت لهذا الوزن هذا، بعض المرات ما كنشربش هذاك الدواء، وكناكل شي نهار كناكل هادشي في الاوائل، وكنرجع نقرا الكومنتات، كنقرا البنات اللي من هذا المنبر الله يسهل عليكم كنحمق عليكم. اقسم بالله العظيم انتم هما القدوه ديالي. كيف كتقولوا انا اكرام القدوه ديالكم كيفاش وصلت لهذا الوزن؟ حتى نتوما دوك لي كومونت اللي كتقولوا لي اكرام جيتي زوينه عجبتينا كملي، هما اللي خلوني نكمل. كون ماشي هذوك الكومونتات ما كنتش اليوم غادي نكمل، كون ما كنتوش نتوما في حياتي ما كنتش غادي اليوم نكمل. ما تنساوش انني انا راه سد عليا في دار بوحدي، ضروري غيجيني ديبريسيون، ضروري غنمرض، انعزلت على العالم. يعني كل واحد ربي اللي عالم بيه. انا فاش وصلت لهذا الوزن بسببكم، ما تخسري والو اختي،
غير بداي، ما عندكش باش شريختي البرودوي ماشي مشكل. سمحوا لي طفى لي الضوء. غير بداية اختي ما تخسري حتى شي حاجه، ما غتخسري والو، غتاكلي وغتشبعي وغتعليها. واش انا اختي لا درتي واحد البانيو ديال الشلاضه فيه الخس الخيار الفجر مطيشه وحده، قلت لك الفجر الفجل، ما غتخسري والو، غديري واحد البول كبيره وديري فيه واحد ربعه البيضات مسلوقين عرقيها، واش ما غيشبعكش؟ نحيد انا اختي الخبز، ايفيتي من حياتي. شحال من عام وانتي كتاكلي الخبز؟ اش صورتي؟ انا الناس كانوا كياكلوا خبز، انا كناكل ثلاثه. انا ما كنقدرش نمشي نهبط الحانوت نجيب جوج خبزات وانتم جايه، ما نعرفش، ونجيب السو نحطهم. وجاني اكتئاب حاد، وليت كنبغى ناكل، لقيت الحنانه في الماكله. فاش جيت سديت عليا جلست شهرين لقيت راسي فط. تخيلي معايا صاحبتي انتي جالسه في الدار ما كديري حتى شي حاجه غير كتاكلي وكتناسي. شوف اختي غير توكلي على الله، ما تخافيش، على حسابي، غير توكلي على الله، غير توكلي على الله وغادي يعجبك الحال. يلا شجعوني يا البنات وطلعوا هاد لا فيديو باش نبقى ندير معكم فيديوهات ديال التحفيزيه، ونبقى نمشي نتريني ونوريكم الحركات اللي كندير. كيف ما كتشوفوا دابا ساليت من الكارديو، دابا كندير شد العضلات. دابا تقولي لي شي وحده ها نتوما لحمي، شي وحده واختي ضروري غادي تسد، او هي ضروري لحمك يترخى ما عنديش مشكل، شنو بنت لك خارجه كنعرف في الزنقه، ما عنديش مشكل غير يترخى، غير يترخى، ولكن راه غنجمعوا راه غنقاد فورمتي مني حيت هذاك انا. شوفي انا لي كوتش حارو فيا كيفاش طاح لي هذا الوزن، انا البنات ما درت عمليه بقى عليا التقليد الى يوم الدين، وكنتحدى اي واحد واي طبيب واي دكتور واي واحد يقول انا درت عمليه وخرج يقول هذيك الدريه كانت عندي في الكلينيك. انا اختي ما درت حتى شي عمليه وربي شاهد على ما اقوله، وانتم الوحيد اللي تبعتوا. انا عمري غبرت عليكم تنهار، حتى غبرت عليكم شي يومين ولا ثلاث ايام كنبان معاكم. انا اختي كون كان عندي باش ندير عمليه بتسعة المليون كون اختي مشيت درت بها بروجي، والله ما نمشي ندير بها، والله ما نمشي ندير بها عمليه الا الناس اللي عندهم الفلوس، الله يسهل عليهم والله يزيدهم والله يرزقنا حتى انت حتى حنا وانتم يا ربي. ولكن اختي انا ما عنديش الجهد ديال العمليه باش ما نكذبوش، نتوما عارفين اشنو كاين، نتوما عارفين البير وغطاء، نتوما راكم عائلتي وكتعرفوني مزيان وكابره معاكم. انا راه قديمه في هذا العالم هذا، راه ماشي شي وحده اللي يلا طلعت من التيك توك، ولا انا ما كان لا تيك توك لا والو، كنت مشهوره، انا من الاوائل ديال الناس اللي بداو. ولكن انا ما انا عزيز ما عزيزش عليا اصلا، راكم عارفين يعني عزيز عليا عائلتي نتوما اللي مجموعه معاكم. خلينا في الريجيم ياك، والحبيبه والكبيده تقدري ديريها، تقدري ديريها، ثقي بيا غتقدري ديريها، والله حتى غتقدري ديريها وغتقدري تعافي. وان شاء الله من بعد غادي ندير شي جروب، شكون اللي متفق معايا يقول لي في كومونتيرات جروب ديال الواتساب، ونشجعكم البنات، وحتى نتوما اكيد كتشجعوني حتى باقا انا غادي نطيح. تبارك الله كانت في متر 71 ولات في متر 73، يعني غدا وكان طوال وكان زيان اختي، ايوا كنت زيان يا اختي، وكنت تما غدا بالزنقه. والثقه في النفس اللي ما كانتش عندك، حتى الثقه بيا الغلط كيخليك ما عندكش الثقه في راسك. انا ما كنتش كنثق في راسي، واخا كيقولي لا زوينه وخا طبوزي، لا اختي ما زويناش، ما تكذبيش عليا. فين اختي كنت زوينه؟ والله اختي ما كنت زوينه، كنت كنبان لك انت زوينه، ولا كنبان امي زوينه اللي بقى فيها الحال، امي ولات عم قابلاني. الله يا بنيتي الله الله، كنقول لها امي راكو كنتي ام، كنت ديتيني للسبيطار ملي كنت صغيره، ما تخلينيش امي مشيتي نكبر هكا ونتعقد ونمرض. علاش اختي حنا ماشي من دوك الناس اللي كيضلوا ياكلوا وما يغلاضوش؟ عرفتي دابا البنات انا تعلمت انني نقاد الماكله ديالي، تعلمت انني ناكل في الوقت، وتعلمت بزاف ديال الحوايج اللي ما كنتش كنعرفهم انا شحال هادي. صراحة البنات الغلد مقبرة الجمال، ثقي بيا. وشكرا للحكيمة اختي من هذا المنبر، حتى هي لأول وحدة كنت هي القدوة ديالي، كنت كنتمنى أنني حتى هي غلاضت، كانت غليظة وضعافت، هي قبل كانت مانكا، وتا هي طلعت سافرات وجا شي ديبرسيون كانت غلاظ،
مرة 64 وقيلا ولات فيها شي 100 وشي حاجة ولا 100. وكنقول لها ديما مصاب نكون في حالك، بغيت نكون في حالك، بغيت نضعف حتى انا في حالك. وشكرا اختي من هذا المنبر، الله يسهل عليك والله يخليك ليا يا ربي. وعارفه راسي انا دابا عاجبك، حتى فريمون اختي فرحت ليا بزاف، وخوتي كاملين فرحوا ليا، وحتى خوتي درت فيهم نفس اللي رجاله ما شاء الله. وغنبارطاجيهم معكم خوتي، حتى هما غنوريكم نبيل قداش كان، نتوما عارفين نبيل قداش كان، وما غاديش نبارطاجي معكم دابا. واحد الشهر غادي نوريكم عاوتاني نبيل كيفاش ولا، غنصدمكم وحق الله البنات. خلينا نبارطاجي معكم واحد لا تختي نوقف. غنبارطاجي معكم البنات هاد السراول دياولي، غنوريكم غير سراولي قداش كانوا. هذا واقيلا شريته حتى بديت كنوصل 46، هذا حتى بديت كنوصل 46، هذا سوايا فاش كنت كنلبس 48. وشوفي لي اختي فاش كتلبس هنا 52، ما تحكيش عليا. المهم هذا 52، شوف اختي هادو مخليهم والله ما باغا نعطيهم. هاك اختي الصدمه، وتقولي لي هادي دريه، هادي راه حائط، هادي راه صبوره متنقله اختي. هاك اختي هادشي ما قدرش نعطيه، بغيت نبقى نفكر به راسي. هاد بلاتي اختي بلاتي، بقاي معايا ما تخسري والو. انا اختي هنا بغيت غنشجعك ونموتيفيك. هاك اختي سروالي ولات تخشى فيه انا والجيران. ها انت اختي ها راني لابسه البنات، راني لابسه هاتي ها ها هاك اختي هاكي هاك هاك اختي ها. شوفي شادي دريه، هذه صبوره اختي والله. هانت يا ها ها شوف اختي هكا ما تفرحيش. شوفي انا كيفاش دابا، شوفي دابا كيفاش اما لابسه البنات لا لاقين لا والو، ما كلبش لاقين. ها هات تقولي لي يا اختي الضعف خايب، انا ليش تقولي لي الضعف خايب؟ تقولي لا اكرام لا الضعف. نقول لها اختي سمحي لي، نقول لها اختي غلاضي انت يا اختي، نقولها غلاضي انت يا اختي. هاك 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 يا الله اختي، راه السمنه راه مرض، راه ماشي شي حاجه زوينه والله اختي، ماشي شي حاجه زوينه قسما بالله. شوف اختي شوفي، تا انا وكنت قالت لك انا كنلبس الجين، انا قالت لك اختي كنت كنلبس الجين وفحال البنات ولابسه الجين وغادا كالبردعه. انا راه كنت بردعه، انا راه كنت فيل، باش يزيد الضوء البنات، انا راه كنت فيل اختي. هاك اختي حشومه ما قاعد دريه تلبس هاك. دابا في الحقيقه شتي اختي كاين فرق، ياك فرق شاسع. هانت اختي شوف، اللي باقا تقول لي اكرام فشلت ما قدرتش ما عنديش كيفاش ندير، عافاك انت خرج لها من التليفون ولا تنخرج لها من التليفون. هانت يا سراوي ها شتي اختي، ورا حشومه حبيبه ديالي، حشومه حبيبه ديالي دريه تكون في هذه الحاله والله العظيم كبيره. المهم اختي بغيتيني نكون معاك في شي جروب، بغيتيني نديرو جروب اللي نجمعو فيه، ما كانتش تطلعوا هاد لا فيديو، ودخلوا عندي الانستغرام اللي كندير ستوريات يوميا اللي هو اكرام فيلالي 8. غنخلي لكم هنا الانستغرام ديالي، انا هنا باش نموتيفيك، انا هنا باش نقويك، انا هنا باش نشجعك وتشجعيني اكيد كيف نتوما محتاجيني، حتى انا محتاجاكم. وتفاعلوا مع هاد لا فيديو هذا باش نقلوح فيديوهات بزاف، وكنحمق عليكم وكنموت عليكم والله يخليكم ليا. يلا اختي نوضي تقعدي حيدي العجز، يلا احبكم في الله وتهلاو في راسكم، وان شاء الله في فيديو اخر جديد.
ومازال تسناوني، مازال كنطيح ومازال كنضعف ومازال غادي نضعف. قلت لكم النتيجه ديال المهنه الصيف ان شاء الله غادي نصدمكم، كيف قلت لكم شحال هادي لا عقلت. رجعوا الفيديوهات ديالي عافاكم البنات، الله يسهل عليكم. اللي بغات تبدا ريجيم ترجع على فيديو ديالي من هنا 8 شهور، مده 8 شهور باش فاتت، رجعوا الفيديوهات ديالي وشوفوا كيفاش كنت باش تصدموا. كنبغيكم واحبكم في الله، تهلاو في راسكم.